إيوانجالي وقديشات مراني شو مسيحا كارزو ثاو أدمتاي ولما اقتربوا من أورشليم جاءوا إلى بيت فاجي بجانب جبل الزيتون أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهم اذهبوا إلى هذه القرية التي أمامكما وللوقت تجدان يتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما وأتيان بهما فإن قال لكما أحد شيئا فقولا له الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما إلى هنا. هذا كان كله ليتم ما قيل بالنبي القائل قولوا لابنتي صهيون هو ذا ملكك ياتيك متواضعا راكبا على جان وجحش ابن يتان. فانطلق التلاميذ وصنعا كما امرهما يسوع واتيا بالاتان والجحش ووضعا ثيابهما على الجحش وركبه يسوع. وكان كثير من الجموع يفرشون ثيابهم في الطريق وكان آخرون يقطعون أغصانا من الشجر ويطرحونها في الطريق وكان الجموع الذين يتقدمونه ويتبعونه يصرخون قائلين أوشعنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب أوشعنا في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلين من هو هذا؟ فقالت الجموع هذا هو يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. ودخل يسوع هيكل الله وأخرج جميع الذين يشترون ويبيعون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكرى ثياب الحمام وقال لهم مكتوب إن بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. وقدموا إليه في الهيكل عميانا وعرجا فشفاهم. ولما رأى رؤساء الكهنة والفريسيون العجائب التي يصنع والصبيان يصرخون في الهيكل ويقولون أوشعنا لابن داود غضبوا وقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء؟ قال لهم يسوع نعم ما قرأتم قط أن من أفواه الصبيان والرضعان أعددت تسبيحا و
والمجد لله دائما. سلاما عمقون ايوان قاليون قديش ادماراني شعم شيخا كاروزوثا ادمتا كدقرو ليلو رشت مثيل البث باغل ذبن الطورة زيتي مشو ديري شو عتري من تلميذ دي وميري طالي سول آدي ما ثدي لبركو لو خون وبعد دان بخازوت ونخمرتا يسرتا وقحشة أما أشرو لي وميت ولاي والناشا مرطالة وخن من ديمور وطالة ماران هو لسني قليه وبعد دانا مشادي ريلا خرا وادي كلها دبريلا تتكامل من دي تبش لميرة من ويا دميري مور وتبراث تصهيون هولي ملكة غبيثة يلقيباخ مكيخة وركي والدخ مارا والجحشة بردخ مرتا وزلي تلميذي وذلي ديختك مباقذ لي إيشع موثي لي خمردة وجحشة وذري لي الجحشة جلي ديي وركولي اللي إيشع وكبير من كنشي مشاوي وجلي برخا وخني قطيوة فجاني من إلاني ومحلقي وابرخا وكن شدوي وبزال قامي وبثايا بفر معيطي وامري وام وشعنا تبرداوي بري خيلي ديلي بثايا شمد مريا وشعنا بمرومي كدوير الأورشت مشغش لكل مذيتا وامري ومني ليادي وكنشي امري وآدي شعيلي نويد من نصر الدقليلة ويري شعل هيك لا دالاو ومو بقل الكل انا يدق زوني وكم زبري بايك لا ومقلب لي باثور ادم صرفاني وكرسا واذا داني يدكم زبني يوني وميري طالي كثي ويليد بيتي بيتين بصلوثا قريام واختونكم موذوتوا لي قبي ثد قناوي ومش الخاني مقرو لي اللي بايك لا سمي وشفيلي وكم باسم لاي كد غزيلي رابط كاني وبريشي عجب وذا ديلي بوذا ويا لزوري مع يوطي بايك لو بمارا او شعنا تبر الداوي جعز لي وميري طالي كشمت ميلي بماراني ميري طالي من فمتي
وديالي وزوري وديال لوذي محضر وتجبح تاوى وشو حال على أمي